مرحبا بكم. لا شك في أن البشر تختلف أحجامهم وأشكالهم من شخص لآخر، وهو ما يميزهم. بعض السيدات لديهن شكل غريب مثل التي تشبه القطة الحقيقية، وهذه الأخرى التي يعد هدفها الأساسي هو زيادة الوزن فقط. اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم أغرب الزوجات حول العالم. بعضاً من هذه القصص ستدهشك، والبعض الآخر ستلهمك بأشياء كثيرة. ولكن قبل أن نبدأ، ادعمونا بإعجاب واشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. فلنبدأ. جوسلين ويلدنستين تعتبر واحدة من الشخصيات المشهورة للغاية في نيويورك بسبب عمليات جراحة التجميل العديدة التي أجرتها على نفسها حتى تتحول لهذا الشكل الغريب. أنفقت أكثر من 4 مليون دولار على العديد من الأطباء حتى يقوموا بإجراء مختلف العمليات، حيث أنها لجأت للخضوع لعمليات زراعة الخد والتعديل في ملامح الوجه والتغيرات الجسدية الكثيرة حتى تشبه أنثى الأسد، وهذا ما ساعدها على الحصول على لقب الإمرأة القطة. ولكن في هذه الحقيقة أن هذا لم يجعلها تبدو جميلة، بل أن الكثير كانوا ينظرون لها وهم خائفون من منظرها وهيئتها التي تبدو عليها بهذه الطريقة. كما أنها في الحقيقة كانت تعاني من إدمان عمليات التجميل، وهو ما جعلها في النهاية تتحول لهذا الشكل المخيف. زوجة نقشت الوشم على جسدها بالكامل هي وزوجها. لو قام أي زوجان بنقش الوشم، من المؤكد أنهم يكتبون أسماءهم أو تاريخ أهم ذكرى في حياتهم أو حتى قلب صغير ليعبر عن الرومانسية. لكن هذا الرجل وزوجته قاموا بعمل شيء غريب للغاية على عكس باقي الناس. يدعى هذا الرجل شارلوت جوتنبرغ، وزوجته هي شاك هيلمكي. لا يشكلان حياة سعيدة معا، لكن من المعروف عنهم أنهم أكثر زوجان لديهم نقش وشم على جسدهم. تمكنوا من تغطية 97.5% من جسدهم بالوشم، مما جعلهم يحصلون على هذا اللقب. جعلهم هذا يقضون مدة 2000 ساعة على الكرسي حتى يتمكن فنان الوشم برسم كل ما يحتاجونه. ولهذا تم تصنيف هذه الحالة على أنها الفريدة من نوعها حول العالم. أليغرا كول تقول إنها متحمسة كل يوم عن اليوم السابق بسبب المنظر الذي تتمتع به. تبلغ من العمر 50 سنة ولديها ثدي كبير للغاية، حيث يصل عرض الثدي إلى 54 بوصة ويزن 20 رطلاً. لكن الغريب أنها معجبة بهذا الشيء وتساعد الكثير من النساء حتى يتمكنوا من تحقيق حلمهم في أن يصبحوا مثلها. تسعى في أن تكون امرأة جيدة وأماً صالحة، كما أنها نالت شهرة واسعة للغاية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ولديها أكثر من 1,000,000 متابع على الإنستغرام. إليزندا كروز سيلفا يصل طول هذه الفتاة إلى 6 أقدام، أما هذا الشاب المرتبط بها طوله 5 أقدام و4 بوصة فقط. ظن الكثير من الناس أنها قادرة على العمل في مجال الموضة والأزياء، لكن في الحقيقة أنها لم تكن تهتم بهذا الشيء. كما أن طولها هذا كان يمثل عليها عائقاً كبيراً يجعلها غير قادرة على المعيشة بصورة طبيعية. تعرضت للإصابة بورم في الغدة النخامية، وهو ما جعلها تصاب بهذا الطول النادر. وبمجرد أن تم بتر وإزالة هذا الورم، توقفت عن النمو والطول لهذا الحد. وأوضح هذا الشاب أنه يعشق النساء الطويلات، ولهذا انجذب لها، مما جعله يقترب منها ويشكلان زوجان رائعان. لكن المعروف أنه بالرغم من عيب كل شخص، إلا أنه من المؤكد أنك سترى من يعشق هذا العيب فيك. جوتي إمغا تتميز هذه الإمرأة بقصر القامة بطريقة غريبة للغاية تجعلها مميزة عن غيرها من باقي النساء. تبلغ من العمر 26 سنة، وتم تسجيل اسمها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأقصر امرأة حول العالم. طولها 1.5 قدم فقط، ووزنها 11 رطلاً،
وهذا ما يعني أن حجمها يعادل حجم طفل يبلغ من العمر عامان فقط. تعاني من متلازمة تجعلها تصاب بمرض القزم، وهذا ما يشكل عليها خطورة كبيرة في حياتها. يقال إنها ستشارك في العديد من الأعمال الفنية والسينمائية نتيجة لهذا المرض الغريب الذي ميزها عن غيرها وجعلها تنال شهرة واسعة. تتضايق بشدة حينما تجد أي شخص يلمسها دون أن تعلم، وهذا ما يجعلها تكتظ غضباً. آشا مانديلا تبلغ من العمر 50 سنة وتعيش في فلوريدا، يصل طول شعرها إلى 55 قدماً، مما يعني أنه أطول من الحافلة. والأمر الرائع إن زوجها يعتبر من أشهر العاملين والمصففين للشعر حول العالم. تمكن من التحدث معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما مكنه من مقابلتها، وبعد مرور 8 أشهر تزوجوا. فهم يعشقوا بعضهم البعض، وهو يرعى شعرها الذي يصل وزنه إلى 42 رطلاً. عملية غسل الشعر وتجفيفه تستغرق 2 يوم بالكامل حتى يتمكن من القيام بكل هذا الشيء لهذه الكمية الكبيرة من الشعر. حينما تقرر الخروج تستعين بحقيبة تضع شعرها بها حتى لا يسقط على الأرض، ولهذا السبب نالت شهرة واسعة للغاية. ناتالي ويرت تبلغ من العمر 32 سنة وتعيش في المملكة المتحدة، وزنها يعادل أكثر من 350 رطلاً. تشعر بسعادة غامرة من وزنها هذا، وكذلك يشعر زوجها، وفي الحقيقة أن هذا الشيء ساعدها أيضاً على أن تحصل على الكثير من المعجبين على الإنترنت، كما أن زوجها يساعدها في التقاط العديد من الصور ونشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما يدل على مدى إعجابه بها وتفاخره بهذا الوزن الكبير الذي تتميز به عن باقي النساء. لاعبة كمال الأجسام الأم تدعى لورنا بيغوم، وتهتم برياضة كمال الأجسام وتعمل لدى الرجال المنقذون في الحرائق. وبالرغم من ذلك إلا أنها أم لأربعة أبناء. بدأت لعب كمال الأجسام في عام 2012 وانضمت للعديد من المسابقات فيما بعد. بالرغم من أن ابنتها الصغيرة يصل عمرها إلى 1 سنة فقط، وأثناء فترة الحمل كانت تمارس العديد من التمرينات القاسية، وبعد عملية الإنجاب ب8 أشهر تأهلت للنهائيات، مما يجعل الكثير من الناس يقولون بالرغم من عملها وبطولتها إلا أنها أم جيدة لأربع أبناء، مما يجعلها بطل خارق حقيقي. الأم الرافعة للأثقال تدعى بيكي بيرت، وتبلغ من العمر 32 سنة ويصل طولها إلى 5 أقدام، لكن هذا لم يعيقها عن رفع الأثقال التي يصل وزنها إلى 300 رطل، قادرة على سحب وجر السيارة التي من الممكن أن يصل وزنها إلى 1 طن. كما أنه بالرغم من كل هذا تهتم بالمنزل وبأطفالها، وتعمل بالخارج، وتؤدي بلاء حسنا في عملها. أقصر زوجان حول العالم، كاتيوشا هي شاونو وباولو جابريل دي سيلفا، تمكنا من تسجيل أسمائهم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في نوفمبر عام 2016. يعيشان معا في البرازيل، وكلاهما يعاني من القزم. يبلغ الزوج 34 سنة ويعاني من المرض، لكنه يقود سيارة معدلة خصيصا له ويعمل سكرتير. والزوجة تبلغ من العمر 31 سنة وهي لديها مركز تجميل خاص بها. تحدثا في البداية على الإنترنت، لكنها قامت بحظره، وبعد مرور عام أعطته فرصة من جديد وتزوجا معا. مونيكا رايلي تتميز هذه السيدة عن غيرها من باقي السيدات في شراهتها الكبيرة للغاية في الطعام. قالت إنها ترغب في أن يصل وزنها إلى 1000 رطل، مما يعني أنها تحتاج 300 رطل، وشجعها زوجها على هذا الشيء. تتمنى الزوجة أن تصل لدرجة من السمنة تجعلها غير قادرة على التحرك بالمرة، حيث أنه حينها ستجلس مكانها وهو سيخدمها كالملكة. لكن زوجها بالفعل كان يساعدها ويطعمها أكثر من 8000 سعرة حرارية كل يوم،
مما جعلهم من أكثر الأزواج غرابة حول العالم. من هم أكثر زوجان نال دهشتك اليوم في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد. نراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.